مضيئه ومشرقه زي آه مثلا مو صلاح آه وتجديد عقده مع ليفربول آه وبطبيعه الحال الـ الـ الطرفين مستفيدين بس هل آه نقدر نقول ان في طرف مستفيد اكتر من الثاني في مساله التجديد ده وبالمناسبه حتى التجديد في حد ذاته طبعا احنا قعدنا كده كلنا فتره من الغموض مش فاهمين ايه اللي بيحصل التوقيت اللي اعلن من خلاله او تم من خلاله تمديد او تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول اللي هو مباشره بعد رحيل ساديو مانيه للبايرن آه. هل ده كان دي صدفه ولا كان مقصوده؟ شفت اللي حصل ده عموما لا انا شايف ان هو مقصود، مقصود من اداره ليفربول تحديدا، ليه مقصود؟ لان طوال فتره المفاوضات ما بين رامي عباس اللي هو وكيل صلاح مع اداره ليفربول كان دايما رامي عباس بيتعامل معاهم بالغموض، يجي حاطط تويته آه علامات استفهام يعني عامل شاطئ غموض آه انه بيعمل قلق شويه لجمهور ليفربول او بيضايق شويه لو ما هم جم بقى يجددوا بعد ما جددوا عاملين بقى ايه اللي هو عملوه بنفس الغموض بتاعك يعني ايه اللي هيحصل طب صلاح مش عارف ايه مش عارف الحلم يكتمل يعني خلاص بي بيلعبوا بعض يعني في النهايه حضرتك بتقول مين المستفيد انا شايف الاثنين مستفيدين يعني بكل امانه ليفربول بعد طبعا رحيل واحد قيمه كبيره جدا زي ساديو ماني مع مع الفرقه طبعا قيمه كبيره لكن كان لابد في الوقت ده يبقى صلاح ما ينفعش يرحل الاثنين دول في التوقيت في توقيت واحد ما ينفعش لابد ان يبقى صلاح بالنسبه لليفربول مكسب عالي جدا مع طبعا ان هم جلبوا لاعب زي نونيز ده, 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 ده مشروع يعني يستحق وقت كبير جدا للحديث عنه مشروع الكلاب اللي هو بيهتم بالصغار زي دياس كده وجوتا وزي ما عمل في, في 2016 2017 لما جاب مو صلاح وساديو ماني وراح بادئ بهم المشروع اللي اكتمل خمس سنين متواصله من النجاح بيعمل دلوقتي مع الشباب الصغيرين دياز ووجودة وضم لهم نونيز اللي هو مازال زال 22 سنه او لسه صغير لكن هو بيعمل المشروع ده كان لازم يبقى فيه قائد كبير وقيمه كبيره زي محمد صلاح خصوصا بعد رحيل ساديو ماني ده بالنسبه لليفربول بالنسبه لصلاح مهم جدا انه يكمل ارقامه لأنه هو لو مشي من الدور الانجليزي الارقام توقفت ويكمل بقى مثلا اذا كان حتى لو في ريال مدريد نفسه اللي هو اعظم انديه الكون يعني لو لو لعب فيه ممكن يزود ارقامه في دور ابطال ماشي لكن في النهايه هيبتدي يعد من جديد في, في في مكان تاني لكن هو هنا حطم ارقام اه هنا حطم ارقام مثلا اكتر لاعب افريقي سجل في الدور الانجليزي اكتر لاعب افريقي يعني داخل على ان هو يحطم مش لقب آه بالظبط يعني هو باقي له بس ان هو يفوز بقى له حاجتين يفوز بالكره الذهبيه دي اللي فاز بيها الافريقي الوحيد اللي فاز بيها عبيد بيليه في 95 لما كان في الاي سي ميلان وان هو يبقى اكثر لاعب افريقي تسجيلا في دوري ابطال اوروبا لان يسبقه ديدي دي, دي, دي تقريبا بعدد اهلاف قليل يعني مش متذكر الرقم دلوقتي لكن هو كان حطم رقمه في اكثر لاعب افريقي سجل في الدوري الانجليزي بقى بقى يخش على الدوري دور الابطال ويفوز بيه أكتر من مره يعني طبعا هو غير موفق لانه مرتين خسر في النهائي والمرتين قدام المدري. لكن هو كان مهم انه هو يبقى لان هو كمان صلاح ما بقاش لاعب او لاعب كويس، لا بقى أيقونة لمدينة ليفربول هي قائمة طبعاً. عليه، طبعاً. فما ينفعش وما حصلتش أبدا في انجلترا ان بيعملوا أغاني اللاعب، اتعملت لصلاح الأغنية المشهورة جدا لليفربول لن تسير وحدك <applause> يقول نفر وكالون فاتعملت لمو صلاح فالموضوع ما ينفعش كل ده ده ليه قيمه برضه عشان كده لما تلاقي صلاح كان مصمم مثلا او هو رامي عباس كان مصمم على 500 الف استرليني في في الاسبوع بقى نزل 350 الف استرليني النزول ده برضه يعني توافقي آه ما بين رغبات صلاح ان هو البقاء لان خلاص الكيميا مشيت وهو دلوقتي هيبقى مش قائد طبعا مش الكابتن لكن هو قائد المجموعه دي بموهبته لان خلاص ما فيش <applause> ساديو ماني هو لوحده فاكيد ده <applause>